هذ العقاشات هذو اللي قلت لكم مخدومين باللوح رايحين ندخلهم هنا. ندخلهم في هذه الجوانب، نحاولوا غير بالعقل بالعقل هكذا. بعد ما دخلناهم كيما راكم تشوفوا البنات، تقدروا تخدموا عقدة هنا ولا تحكموهم بالبريكي، تعودوا تسخنوا البريكي وتخدموا كي شغلت هكذا دائرة، ولا به هذيك هذه العقاشة هذه ما تخرج كيما راكم تشوفوا، وهكذا تكون بهكذا نضمنوا انها ما تخرج كما راكم تشوفوا. نعاود لهذا الجهه ثاني، دوك واش رايحين نديرو اخر مرحله البنات، رايحين نلصقوا هذا القطعة الصغيرة نتاع الكوردو اللي قلت لكم فيها 12 سنتيم، هي اللي رايحين تغلق لنا هذا البراسلي تاعنا. شوفوا كيفاش راح نديرو، تحطوا شوفوا كيفاه، راكم تشوفوا البراسلي تاعنا مخدوم هكذا. رايحين نطوا هذا الجهة هنا وهذا الجهة ثانيك هنا، ونحكموهم ثانيك بالشريط. دروك تشوفوا كيفاش راح نخدموهم. نجيب هذا السكوتش تاعي هنا، نزيد نحكم هنا السكوتش تاعي نحطو، ونزيد نعاود هذا الجهة ثانيك، ونجيب ثانيك من هذا الجهة ثاني نزيد نحكمها من هنا هكذا. ان شاء الله بك تكون واضحه الصوره. من بعد راح نجيب هذه القطعه هذه ندخلها هكذا، تشوفوا كيفاه، نعاود ندير لها عقده عادي هكذا هكذا عقده عادي. شوفوا من بعد نعاود ندير نفس الخطوه كيما اللي درتها في هذا الخدمه. شوفوا كيفاه، نعاود نرفد، نعاود ندخل القطعه تاعنا هكذا، شوفوا ونخرجها من هذا الجهه. يعني هي صغيره بزاف لكن رايحه نخدم نفس الخدمه اللي درتها هنا، نعاودها نخدمها هنا بهذا اللون هكذا، ونعاود ندخل شوفوا كيفاه، نعاود ثاني نفس الخطوه، نزيد نعاود ندخل من هنا هكذا. كيما شفتوها احنا رايحين ننحو هذا السكوتش هذا، شوفوا كيفاه الخدمه كيفاش راح تكون. نحاول نزيد نعاود نكمل العقده بهذا الخيط، بعد ما كملتها كامل